معنا الليلة على راديو النورس في لقاء فني جميل مع الفنان الأردني المتألق يحيى الصويس. تمر أيام على وعدك وما وفيت حبيبي هوانك انت وين يا غالي. يحيى الصويس الليلة الساعة 10 المساء على راديو النورس. ردي علي عم تقلك من زمان روحي عيني. نورس راديو 93.5 FM. من استديو رقم 1 بمبنى مركز المستقبل التدريب الإعلامي بنمسي بالخير على مستمعين نورس FM من أريحة بوابة فلسطين وحضنها الدافئ. كالمعتاد ها هو لقاؤنا اليوم يطل عليكم حاملين في جعبتنا كل ما يلبي ويرضي أذواقكم. تحية مسائية لمستمعين نورس داخل وخارج الوطن في الأردن توأم فلسطين ومستمعين الجدد عبر الموقع الإلكتروني وزاوية البث المباشر المفعلة استثنائيا قبيل الانطلاق الرسمي. اسمعوا نورس راديو من كافة أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني jawa.bs jawa.bs. تستمر اللقاءات اليومية مع الوجوه الإعلامية والفنية طوال الشهر الفضيل. ضيفنا لهذا المساء نجم أردني أبهر الجمهور العربي بخامة صوته وحضوره الجميل، مرح خفيف الظل، مثابر ويحفظ الأغاني بشكل سريع. مين بعدك عني؟ شو بدك بالإيل والآل؟ كبسة زر ردي علي وقريبا كرمال عيونك هي أبرز أعماله الغنائية. وأخيرا صار جاهز معنا ووصل بالسلامة النجم الأردني الشاب يحيى الصويس. مساء الخير وينعاد عليك. مساء الخير عليك ورمضان كريم. ينعاد عليك يحيى. بما انه دخلنا بالعد التنازلي لوداع شهر الخير، ما بعرف قديه من سنة لسنة بتشتاق لرمضان ولا أجواءه. يعني الصراحة بتعرف شغلي، هو رمضان كتير منيح، يعني الواحد يعني شهر عبادي وشهر خير وكل الخير فيه، فيعني حلو الشهر والشهر بيجي بالسنة، فالواحد حلو يتعبد فيه ويقرأ قرآن وكل شيء، فالحمد لله رب العالمين، يعني إن شاء الله خير علينا وعليكم إن شاء الله يا رب على الجميع. السنة برمضان مرتاح يحيى؟ السنة الماضية كنت عندك تقدم برنامج تلفزيوني رمضاني على أحلى فضائيات، السنة شو الوضع؟ شوف أنا بدي أحكي لك، السنة هاي يعني في عندي شوية خلنا نحكيها ظروف عائلية، فهي اللي خلتني إنه ما أطلع شوي على التلفزيون. فالحمد لله بس إنه عم بعمل حفلات لي خاصة وحفلات خيم رمضانية. جميل. وقعدات خاصة فهيك، فمهرجانات كمان مثل ليالي القلعة ومهرجان جرش، فالحمد لله يعني المهرجانات كثير مهمة عندي أنا صراحة، فما بقدر إنه ما أطلع حاش لأنه فيها ناس يعني بحبوا الفن وبحبوا يسمعوا الأغاني. فالحمد لله كانت سنة خير كثير منيحة إلي، ويعني شوي ما طلعت على التلفزيون لأنه كان عندي ظروف عائلية، بس الحمد لله يعني كحفلات وكاي الحمد لله موجودة. نحن بغيابك بنشتاق لك وبنحب تكون على طول تطلع بوسائل الإعلام، وأهلا وسهلا فيك اليوم عبر النورس. يحيى، بداية مشوارك الفني كانت بعمر 16 سنة، وقتها شاركت بمهرجان الأغنية الأردنية وحصدت المركز الأول عام 2005. بتذكر وقتها شو غنيت؟ طبعا غنيت اشتقنا كتير يا حبيب تمشي دروبنا سوا، الله كبير يا حبايب رح نتلاقى سوا، يا هلا بالعلالي كرم الجود عم بلالي والعنقود عالدوالي خد طاب مستوى، يا هلا يا هلا يا هلا والعنقود عالدوالي خد طاب والسوا. يسلم هالصوت يحيى. الله يسلم عمرك. سؤال هيك صغير، استلمت الجائزة ولا بعدك تعطي المهرجان؟
والله شوف انا ما بعرف الصراحه، انا ما فهمتها لهلا من 2005 لحد الان، انا بستنى فيها يعني هذا النتيجه. يلا ان شاء الله بتيجي بعد الشهر الفضيل. ان شاء الله. ان شاء الله. قبل ما نتعرف على يحيى من خلال برنامج ستار اكاديمي، كانت لك مشاركه ببرنامج البوم نجوم العرب يلي عرض على قناه ام بي سي، صح؟ وين لقيت يحيى اكثر، بالبوم نجوم العرب ولا بستار اكاديمي؟ شوف هلا كل برنامج له مثل ما بيحكوها يعني له طبعته او بصمته. فهلا البوم في له ناس وفي له جو وفي له جمهوره، بس نعم. حسيت الخليج بس. هلا اوكي حلو يعني كون المحطه، بتخيل كون المحطه خليجيه بالدرجه الاولى مش هيك؟ ايوه نعم. فحسيت الام بي سي مش اقوى كبرنامج، كبرنامج كإنتاج. يعني نعم. الفئات العمريه الصغير يعني الصغير بتابع، نسبه المشاهده كانت كثير على برنامج ستار اكاديمي حتى من ون، يعني كانت كثير حلوه. على العموم احنا حبيناك بالبرنامج ستار اكاديمي، يعني نسبه مشاهده ستار اكاديمي اعلى من نسبه مشاهده الالبوم. نعم نعم. على العموم احنا حبيناك بالبرنامجين. برنامج البوم يحيى انتج لك اغنيه وفيديو كليب مش هيك؟ صح. تخبرنا عن هالأغنية اللي تعاونت فيها مع الملحن زياد بطرس. صح. هلأ بعد ما طلعنا احنا من برنامج أهل نجوم العرب، انتج الفنان راشد الماجد، بنوجه له تحية طبعا. طبعا اكيد. عملنا كل واحد أغنية من مشتركين ألبوم وصورها على طريق الفيديو كليب. هلأ الأغنية كانت يعني الحمد لله رب العالمين عملت صدى كثير بالوطن العربي، اسمه مين بعدك عني من كلمات فهد الراعي والحان زياد بطرس توزيع ميشيل فاضل، بنوجه لهم تحية عبر النورة السفهم. نعم. فالحمد لله عملت لي اشي حلو، والاغنية انا اخترتها من النوع الستايل هذا العاطفي. نعم. وهي فعلا الحمد لله حتى يعني حاس انا الاغنية لحد الان عايشة، والعالم حتى بتطلبها بحفلاتي. جميل. وكثير انطلت حفلات خاصة، فالحمد لله يعني احنا بنعمل اللي علينا والباقي رب العالمين ان شاء الله. يعني. العالم بيطلبوها بحفلتك الخاصة، وانا حاب اطلبها نسمع اشي منها هلا اذا في مكان. اكرم. تسلم. قلبك يا ظالم مهتدى ولا مثلي بيحبك حدا، يا ريت بسمع لك صدى صوتك بيطمني، شو صار فينا شو بنا من بعدك عني. الله. من بعد ما لقيتك شفت الدنيا جني، من كتر ما حبيتك عم تنتقم مني، معقول ما بصدق انا مش هيدا يوم المنى، شو صار فينا شو بنا من بعدك عني، شو صار فينا شو بنا من بعدك عني. الله يسلم هالصوت يحيى. يحيى نستعيد سوا نحن وانت هيك بشكل سريع ذكريات مشاركتك ضمن برنامج ستار اكاديمي بموسمه السادس، اذا قلت لك شو بتتذكر لنطلب منك تعمل بالكاستنج؟ هلا انا سبحان الله كل ستار اكاديمي صدفه بصدفه يعني خلينا نحكيها كمان. هلا كنا احنا طالعين انا ومدير اعمالي، طبعا بوجه له التحيه، نحن كمان بنوجه له تحيه كثير كبيره طبعا الله يخليك. فكنا طالعين هيك من عند جماعه الصبح، يعني كنا بمؤتمر لمروان. طالعين مروحين من بيت سي البحر الميت. واحنا مروحين على عمان، فمرينا هيك في عجبه ناس وشباب وبنات على باب اوتيل. فحتى بتذكر احنا انا وياه مش نايمين لانه طريق وما طريق وبنحبش ننام الا بالبيوت يعني. حلو. فالصراحه بحكي لي مروان تعال نشوف شو فيه، ولا بيحكوا كاستنج ستار اكاديمي. اها. فالمهم رحت، يعني حتى من الله كان بنطلوني ممزع، كان موديل يعني ستايل. فالمهم فتت انا على ستار اكاديمي، كان وديع عبد رائد وواحد مطاني وكمان ثلاث باللجنه. فانا كان تقريبا 5100 رقمي هيك ايش يعني، قدامي 5999 او 90. هدول على مدار يوم ولا اكثر؟ لا اول يوم ما بعرف. طبعا على اول يوم هم اول يوم شاركت من الصبح، من الساعه 6 الصبح لل 8 المساء. فالمهم دخلت انا، اجى دوري دخلت، فبتذكر انه حكوا لي انه شو اسمك ومن وين وشو بتحب وبتعرف تسبح وما تعرف تسبح. طبعا انا طبعا ما بعرف اسبح. لاحظنا. حكيت لهم بسبح. فشو بتغني ما شو بتغني. فالمهم غنت اغنيتي جني جني يا عيوني، شو بحبك انت ومجنوني جني ولا لحظه رؤي. غنيتها. فكمان غنيت اغنيه لوديع الصافي. موال. جميل. فالمهم
حكوا لنا انه بنحكي معاك ان شاء الله بعد لما نشوف مقبول ولا لا. فروحت انا والله وروحنا ونمنا انا واخوي مروان. نعم. فبتذكر بعد اسبوعين تتصل معنا وحده في منادين. فبتحكي لنا انا ناسي انه حتى قدمت ستار اكاديمي يعني كمان. بتعرف الواحد تعب بروح ينام يعني صدفه كان الموضوع أنا كله انا ناسي. فبتحكي لي وحده ما بدك تيجي على بيروت. بحكي لها ليش؟ بتحكي لي بكره بتجيب معك 60 كيلو من ملابسك وبتيجي على بيروت. انا عن جد بحكي لها ليش؟ بتحكي لي ما انت قدمت ستار اكاديمي. فانا عن جد كاني بحلم. فالحمد لله حلم طلع حقيقة واقع. وأنا الوحيد اللي طلعت من الأردن. عرفت علي؟ فأنا الوحيد اللي طلعت من الأردن. صار الحمد لله رب العالمين الله وفقنا يعني. الحمد لله وصلت للنهائيات بتذكر؟ آه طبعاً وصلت للخامس. نعم جميل. شو أهم المعايير اللي بيعتمد فيها برنامج ستار أكاديمي لقبول المشترك؟ شوف بنظرك. بيعتمد على كل شيء. بيعتمد طبعاً على الصوت وعلى الحضور وعلى الشكل. وبيعتمد على خلينا نحكيها الروح الشبابية يعني المزح والأشياء. فبتعرف إن الأكاديمية ما هي فيلم. يعني بدهم فيلم جوات الأكاديمية كيف بيت أنت بتعمل جو ببيتك. فبدهم هالإشي يعني بده إنه كلهم زملاء مع بعض اللي مرض الثاني يحس فيه يعني زي هيك. فأنا بحس إنه ستار أكاديمي بيعتمد أول شيء على الصوت وعلى الشكل ثاني شيء. نعم. وبعدين بيجي الحضور وبيجي الأشياء. وهي الأشياء كلها اللي ذكرتها موجودة بيحيى سويس. نعم. بقول هاي الأشياء المعايير اللي ذكرتها الصوت والحضور والطالة الجميلة متوفرة كلها بشخص اسمه يحيى سويس. طبعاً الحمد لله. يحيى بنعرف أنك بتستعد لإصدار عمل جديد بيحمل عنوان كرمال عيونك. إن شاء الله هلأ عامل أغنية كتير حلوة إن شاء الله بعد العيد ورح أصورها عن طريق الفيديو كليب. نعم. كلام لحن مين؟ هي لحد الآن ما بعرف مين حط اسم كرمال عيوني. بس ما يعني إن شاء الله بجوز تسمى هيك أو بجوز أحطها بيني بيتي بيني وبين كسور مثلا. حلو. أو كلمة هيك تكون للعالم يعني سهلة وسلسة. كلام ولحن وتوزيع مين هي؟ كلمات شعر خليل روزة، ألحان سمير دبابني، توزيع محمد القيسي، عمل أردني. جميل. والحمد لله إن شاء الله يوفقنا فيها إن شاء الله. يعني إن شاء الله يا رب يحبوها. إذا طلبنا منك تسمعنا شيء منها ممكن؟ طبعا. بتحكي بيتي بيني وبين كسور بتعذب حتى شوفك مرة مجروح ومكسور كله كرمال عيونك وبعرف بيك دكتاتور وبعرف شو صعب ظروفك بس ان كل عيني النور وقلبي نبض من عروقك. الله جميل. هيك لون جبلي اذا بنقدر نوصفه. الله يخليك. طبعا. يحيى ملحن عبالك تتعاون معه بعمل فني؟ ملحن والله في كثير يعني في انا بحب بعشق مروان خوري. بعشق سليم سلامي. جميل. بحب سليم عساف. يعني في 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 بما انك ذكرت الملحن الشامل مروان خوري نسمع هيك شيء لإله بصوتك. كل القصايد من حلا عينيك من دفا ايديك كتبتن وقلتن هودي القصايد مش حكي يا روحي هوليك القصايد هوليك كلن هودي الأغاني غرام سنين هودي دموع ونغم وحنين هودي أيامي معاك قلبي اللي بيوجعك أنا لولا الهوى أنا مين كل القصايد من حلا عينيك من دفا ايديك كتبتن وقلتن هودي القصايد مش حكي يا روحي هولك يا النوره هولك كلن. الله يسلم هالصوت يحيى. ان شاء الله يجمعك تعاون معه للفنان مروان خوري.
إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. يحيى أغنية سمعتها مؤخرا لحدا غيرك وحبيت أنها تكون لإلك بكل صراحة، بتمتلك الجراءة تحكي لنا؟ أنا شوف مثلا؟ يعني أنا ما فيش مجاملة، أنا يعني نزلت مؤخرا أغنية بعنوان نقوي رجال لشعبنا والحبيب الشقي فلسطين. أه. فهاي كثير أنا بحبها الأغنية وعزيزة على قلبي صراحة. تسلم وعزيزة يعني على قلوبنا إحنا كمان. من قلبي أنا. نعم. فأهداء عن جد كانت مني لأهداء الشعب الفلسطيني الشقيق الحبيب. تسلم. فالله يسلم عمرك. حيو الفلسطينية مش هيك؟ هبوا يا رجال طبعا. أه. حيو الفلسطيني. أه. تحب تسمعنا شيء منها؟ بنحب كثير نسمع، يا ريت. هبوا يا رجال هاها علوا الكوفي، حيوا الأبطال حيوا الفلسطيني، حيوا الأحرار حيوهم هاها يلا، شعبك يا دار الله ينصرهم الله، لو طاب الموت ما يهابوا المالية يبدو الأوطان فلسطين الأبية يا الله. الله يسلمك كثير يا يحيى. هالأغنية كلمات ألحان مين؟ هاي كلمات وألحان وتوزيع وائل الشرخاوي. جميل، بنوجه له كمان تحية، كان ضيفنا بإحدى الأمسيات. يحيى برجع على السؤال اللي سألتك إياك عن جديد، أغنية سمعتها مؤخرا لحدا مش يحيى وحبيت تكون لإلك. أغنية مؤخرا وحبيتها تكون إلي؟ حسنا، ممكن تغنيها بإحساسك توصل أكثر للناس، مصري لبناني؟ في والله أغاني كثير. أنا سوريا يعني، بحكي لك أنه أنا مش مركز معاك منيح أو بجوز بالكلام لأنه أنا طالع على الحفل، فعرفنا نعم. بس تحملوني يعني إحنا نعم، نتمنى كل التوفيق الله. إن شاء الله بالحفلة الله يخليك يا رب. تسلم يا حبيبي. هلأ أغني أنا حبيتها وتمنيتها إلي. أه. في أغاني كثير، مثلا في أغنية شو هالدمع اللي سال من عينك عاتيابي، هو طول عمرك اخت رجال بحضوري وبغيابي، ورا كل زلمي في مرة مرة مثلك مهمة، انت بحياتي اختي بنتي حبيبتي وامها. هاي مثلا بحبها. جميل. طبعا بنذكر انه وقتها زارك ملهم زين بستار اكاديمي وغنيت الى جانبه. طبعا انا غنيت معه وكانت حفله قبل اسبوعين انا وياه بعمان كمان. جميل. فالحمد لله رب العالمين يعني. حلو. مش غلط الواحد يغني اغاني فنانين طبعا. يعني انا الصراحه بغني بحفلاتي اغاني حلوه يعني مسموعه العالم اللي بتحبها. هذا دليل على التواضع ونوع من الروح الفريق في التعامل مع زملائك. طبعا طبعا. نعم. يحيى صار في اتصالات وترتيبات لحفل ليحيى سويس بفلسطين، لكن لهلا ما صار شيء لغايه الان، يا ترى شو السبب؟ شوف انا لحد الان عن مروان هاي. عن مروان. فطبعا فانا لا ان شاء الله في اتصالات. وان شاء الله بجوز بعد العيد اكون بفلسطين ان شاء الله، بس راح نخبركم اول باول يعني. انتم بالعكس يعني انتم الداعمين ودائما موجودين معانا، فان شاء الله يعني ما راح تقصروا معنا ولا عمركم قصرتوا مع اي فنان ان شاء الله. اكيد فراح نخبركم اول باول، واحنا يعني لازم نخبركم عشان نشوف الوجوه الطيبه. الله يخليك، ونحن بدورنا كمان بنرحب فيك وبسعدنا تكون موجود الى جانبنا وتكون ضيف عنا وتقابل جمهورك العريض بفلسطين. يحيى بنعرف انه عندك حفله الان، ما بنتاخر اكثر من هيك عليك، بدنا نشكرك من قلوبنا لهاللقاء الجميل اللي خصيتنا فيه. بنعرف انه عندك حفله بباجيت كافيه حسب معرفنا من مروان، وتأخرت علينا 10 دقائق بس ما بيكونوا منورين يعني. ان شاء الله. كل الشكر لك يحيى السويس من الاردن، كنت معنا باتصال هاتفي. تحياتنا لمروان كمان التميمي مدير اعمالك وللملتقى ان شاء الله عن قريب. شكرا. الله يخليك. شكرا حبيبي. بس تشكر اذاعه النورس اف ام، وعن جد يعني الله يعطيكم العافيه وان شاء الله من الاعلى للاعلى. تسلم، ينعاد عليك. شكرا يحيى. تسلم تسلم حبيبي، يعطيكم العافيه جميعا. الله معك. نورس راديو 93.5 FM.